واينين؟ قلت نقدر نشتري شي كاسكيت. الشيف واي زيد وتا نصور الحلقة، ولكن انت صاحبي ما عندك كي ندير. اسمح لي والله انت نسمح لك. الله يبارك فيك باش ما تمنيتي انت وموالين الدار ان شاء الله بخير. ونشوف شي كاسكيت. هذيك الكاسكيطه اللي درت هذيك النهار هي طرف حلا كبرت عليا ولا راسي صغار ولا مع السخونيه وال... يقدر راسي يكون في زد. اه وفين هما هذوك ديال الشبكه؟ يا بقى شي شبكه هذوك اللي جاهم بحال هكا صغلاق. وفين نجيبوا الشبكه؟ فين نجيبوا الشبكه؟ وهذا راه بوان بيض ما كاينينش. فين كاينينش ديال الشبكه؟ لا والو هذا راه تيجيوني بحال شي هبيل. هذا ما غيكونوش عندك والله ما نكذب عليك. إذا كنتي غتكون تجيبهم جيب شي وحده في العشيه. لا لقيت شي وفين المهندس على بحال كلشي مطرق مقابل على الحولي سخبهم الحولي دابا يسخفوا. وكي داز عندك العيد؟ بخير والله الا مزيان الحمد لله. وبغيت انت وانت راك عارفني وانت عارف الله ودي مبروك وواشرك. الله يبارك فيك بارك الله عليك الله يسر فيهم. بغيت العشيه ما تبقى حتى وحده كلشي يتباع ان شاء الله. سير الله يسهل الله يرحم الوالدين الله يحفظك. هذا صاحبي هذا والله ما تنكذب عليكم هذا صاحبي. وشي خطرات واخا تكون عندي شي حاجه تنشري من عنده. علاش؟ حيت هو تيدور في القهوه مسكين تيدور باش يبيع. هذا رجل يعني بحال هذا النوع ما تشطرش معاه. تبقاش تقول لي لا نقص لينا شي 100 ريال وهذا ما انه ما ينقص لك. هو راه كيضرب 20 كيلومتر في النهار غير في الزناقي اش غينقص لك؟ غيبقى ينقص. المهم الله يسهل عليك اخويا الله يسهل عليك يا ربي. دوك الكاسكيطات ودوك التقاشر وليزيات العشيه ما لقاش عندك حتى واحد ولقاك حاط قهوه هنايا وتخلص عليا. واحد السلام عليكم. تتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك وسعيد. والله سيدي لقتلني الناموس اقسم لكم بالله العلي العظيم. ناموس قول ما خلى كاع عباد الله وكان فيها اللي غا انا ورما. شوف تيعض والله الا تيعض بالله. ما عاريناش عيد مبارك سعيد. تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى جميع المسلمين سواء داخل المغرب او خارج المغرب يا ربي تكونوا بخير يا وعلى خير. وانا اتسركل واتجلواق في مواقع التواصل الاجتماعي بلا ما يكتب لي شي واحد علاش قلتي اتجلواق علاش قلتي اتسركل ونحنا تنضحكوا. اوكي يعني وانا اتفحص اوكي حتى اوكي. وانا تنظر في مواقع التواصل الاجتماعي لقيت واحد حيت القضيه اللي كاينه هي على مدار هاد السنوات كامله غير هو مراعاه زعما مع هاد الظرفيه اللي كاينه ديال الغلاء وكاين بزاف ديال الناس ما قدروش يعيدوا. فبلاش هذاك البارطاج ديال الخرفان وديال البقر وديال الهيادر وديال القطبان وديال ها حنا تنشوي بولفاف انما هو الخير. بلاش فهمت. انا عارف يبان لك عادي هذاك الشيء اللي كدير والله الا عارف ولكن بلاش. كاينين والله الا كاينين الناس بزاف هاد العام كنعرفهم ما عيدوش ولادهم عندهم تليفونات ديال 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 هاد الشيء العلماء واكيد غادي يشوفوا هاد الشيء وكذا. انا ما تنقول لكش ما تحطش دبر راسك عيش حياتك الله يسهل عليك. انا تنقول لك غير مراعاه لدوك الناس تجنبوا هاد بزاف ديال البارطاج ديال هاد الشوال الحمل الماكله وهاد اللعيبات راه ماشي معيار ديال الثقافه زعما ولا ديال الابداع. ديما تنكون تنشرح لكم تنقريك واش تنهضر على بولفاف انا ولا واش فهمتوا البلا اللي بغيت نوصل لكم. المعلومه الثانيه شريتي الحولي ذبحتيه قرتيه درتيه في الميكا وما تبقاش على الميكا وخشي في الفريكو على الميكا والفريكو على الميكا والفريكو. شد واحد شويه صدق شي شويه. انا ما غنقول لك شحال تتصدق ما ندخلش معاك في داك الكوطي صدق منه فهمتي. جا عندك شي واحد دق بابك كاين الناس يدوروا تيبغيو ميكات ديال اللحم اوكي. جا عندك شي واحد دق لك بابك خرج ديك المويكه عطيها لي. جا الاخر خرج ديك المويكه عطيها لي. جا الاخر خرج ديك المويكه. راه هذا هو العيد. راه ماشي العيد هو المرطوف ديال اللحم الفريق والثلاجه الثلاجه الثلاجه انت غتخرج للدار الاخرى اللي لاصقه عندك. لا تناخذ واحد القسط
وتنفرق واحد القسط لهذوك الغلابه او هذوك الناس اللي ما عندهمش. مزيان تفاهمنا؟ لما عجباتكش هضرتي ممكن تشرب الماء بارد، ما عنديش مشكل. الحاجه الثانيه وليت تنعرك بحال مزموط عليا الجاج. ادي مو الغربيس تنسد الشرب باش ما يدخلش الضجيج ديال لي زوطر ايكول. فالحاجه الثالثه اللي غندوي عليها وهو صله الرحيم. صله الرحيم في المناسبات اكثر في الاعياد هي خصها تكون على مدار السنه، يعني ماشي في المناسبات. بقاو تمشيو عندك شي خوك مضارب انت وياه، هادر فيه كاع ملاجن، سير عندو في العيد عاد سير طلب منو السماحه، وخا يقول لك انا ما نسمحلكش ها سير عندو، سير عندو بغض النظر على نوع المشكل، سير عندو عندك واحد الاجر كبير بزاف. خالتك عمتك جداك عندك هاد البوسيبيليتي ديال انك تمشي، سير. وسائل التواصل الاجتماعي اللي هما الواتساب فيسبوك انستغرام كذا، هادو داروهم الناس للخدمه ما داروهمش للتعاويد. بحال انا تيصيفط ليا واحد عيد مبارك سعيد ترونسفيري، يعني ديجا هو مصيفطها لي شي واحد، شنو خسر عليا؟ خسر عليا داك الفليش وصيفطها لي، فهمتي؟ ها عيد مبارك وسعيد. لا ما خدامش هادشي. الا لقيتي كيفاش تحافظ على صلة الرحيم، سير اخويا شوف الناس، ها سير وخليهم يقولوا ايه كي داير جابو عندنا هذا. تفا راه كاين اللي تجي عندو ضايف تيتخلع، وها سير ها خليه يقول، سير انت دير هذاك الشيء اللي عليك اوكي، وديروا شي شويه الاجر في هاد العواشر. والله الا عاديروا الاجر والله ما تخسروا والله. ارا طار زمان يلاقيو هار عاري عليك عار ولادي عاري عليك عايشة دابا نقدر نمشي للقهوة وأنا مرتاح. إلى اللقاء أحبكم. أنا أي معلومة تجيني في بالي تنقول نبارطاجيها معكم. أحبكم إلى اللقاء.